السلام عليكم. ليس من الغريب أن يزور شهيد شهيدة، فالأول أعلنها أنه الشهيد الحي وهو الرئيس الذي يرفض اللين في وجه الفوضى، والثاني شهيد الكلمة قاتل لأجل الدولة واضعا فاصلته مع اللا دولة. كان أيقونة وطنية، شفت الشهادة خلي كل دول العالم تتعاطف فيها، يعني هذا كان ما احنا من الثقافة وكان يقدم العراق بأفضل ما يمكن. أما عيسى وأخوته فهم أبناء الكاظم، يعلن الرئيس حمل الأمانة رسالة منه وعهدا لابن العراق. معيسى بقى بحياتك وشام أخوي ودم يمي إن شاء الله، والقطرة سفرين بتكون عيسى وأخوته بذنبتي، أنا أبوهم وإنت أختي إن شاء الله، هذا واجبي وواجب الدولة. نطق الكاظمي بجرأة عن رسالة هشام ليعلنها أمام أبنائه وفي بيته وأمام الجميع، أنه يريد لأطفال الهاشمي أن يحملوا ذات الرسالة وذات النهج. عم مصطفى موجود لشيلهم، زين تهتم تربيتكم تعليمكم حتى تحملوا نفس الرسالة. الذكاء كان حمل أبوكم أكيد موجود عندكم، شد حالكم على الشباب هذا. وش تحتاجون؟ والله ما قصر، مكتبي مفتوح، ما قصر ما تكلم القصر. إذن هو التحدي الشجاع في وجه القتلة ومن يواليهم، أما التحدي الأكبر يعلنه رئيس الحكومة على الملأ يكشف فيه شخصية قاتل هشام ويضع النقاط على الحروف. عراقي شجعان، وهذا التصرف مو تصرف عراقي، ما في عراقي يقتل عراقي، يخاف من كلمة ما نقدر نقول عليها إلا نحمل الجبن. مشان ما سوى شيء، بس فقط حاول يساعد العراقيين عن طريق الكلمة. الكاظمي جاء بحكومة تريد أن تلبي وعدا طال انتظاره، وعدا يؤمن الحياة التي يرجوها العراقيون منذ زمن. كفو 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 ك